بالنسبة للأهلي والهلال أعتقد أنه فعلا هي تعتبر قمة الجولة، وتعتبر هي من المباريات اللي فعلا الكل يعني ينتظرها ويحب يشاهدها، وخاصة أنه فعلا التعثر اللي صار للأهلي والهلال. أنا من وجهة نظري فعلا الدوري أصبح الآن مختلف عن الجولة السابقة، يعني الكل كان يقول الهلال، لكن بعد تعثر الهلال تعادله في مباراة وممكن خسارته في مباراة، أصبح الكل الآن عنده فرصة أنه مثلا ينافس. مصر عندك الآن أصبح منافس، الأهلي يمكن تعثره هو اللي كان يلفت النظر للمشاهدين، يمكن خلينا نتكلم على جمهور الأهلي، يمكن تعثره ما كان متوقع. مباراة قوية، مباراة أعتقد أنه فعلا الكل أصبح الآن يبحث عن 3 نقاط يخرج فيها للعودة للانتصارات من جديد. فنيا الأهلي أعتقد أنه فريق جيد فنيا نتكلم، لكن المشكلة كانت في النتائج. الهلال فريق يعتبر الأفضل في نتكلم على الأمور الفنية، الذي تكلم الكل تكلم عنها، الاستحواذ، قوة الهلال في وسط ملعبه، العناصر خاصة نتكلم المحلية اللي فعلا كان لها دور كبير. لكن يمكن التعثر هو ممكن يكون طبيعي، لأن الهلال ما راح يستمر في كل مبارياته بنتائج تكون جيدة، لابد يكون في تعثر. ضغط المباريات، مشاركته في البطولة العربية، مشاركته حتى في أو ملاحقة بعض الفرق له، فالتعثر كان متوقع من الكل يمكن. لكن أنا أعتقد أنه الأقرب يكون دائما استقرار الهلال الفني، نتكلم حتى لأنه استقرار الفني كمدير فني جيسوس، أعتقد أنه عنده الحلول، عنده الإمكانيات أنه يعود بالهلال من جديد. الأهلي تعثره غير مبرر له، يمكن في مباريات كثيرة الكل كان يتوقع الأهلي أن يكون أحد المنافسين للهلال في هذا الموسم، ولكن يمكن كانت نتائج المتعثرة أمام فرق نحترمها بالعكس، وفرق كانت قوية جيدة، ولكن كان المتوقع أن الأهلي يكسب فيها النتيجة. مباراة جميلة راح تكون يعني كلاسيكو، أتمنى أن يعكس مستوى تطور الكرة السعودية الفترة الأخيرة. الهلال والأهلي خلينا نكون واضحين، نتكلم بصوت أعلى، كل الفريقين مروا في الجولة السابقة بهزيمة خسارة، وإحنا كلنا نعلم في عالم كرة القدم ما يعني يأتي من بعد الخسارة من مشاكل وخلافات. الهلال خسس مع اللاعب إدواردو، أيضا لاحظنا بعد مباراة الحزم المدرب مع ريفاس، كل هذه الأشياء مؤشرات يعني هي عقبات أمام فريق الهلال في لقائه القادم. عدم الاستقرار الفني، عدم الاستقرار قد يكون هذا حتى ينعكس على المستوى الإداري. أيضا في الجانب الآخر الأهلي في الجولة السابقة لعب أمام الشباب وانهزم على أرضه بين جماهيره، لم يكن متوقع، الجماهير متذمرة من مستوى الأهلي الفترات الأخيرة. أيضا يوجد خلافات ما بين جويدي مدرب الأهلي وما بين اللاعب النجم عمر السومة، أيضا ما نسمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ما يدور بين اللاعب المدرب، ما بين أيضا اللاعبين اللي تخني الذاكرة، ما بين أيضا الإدارة، استقالة مدير الكرة المحياني. كل هذه الأمور المؤشرات، كل الفريقين أمام عقبات، لكن لو نجينا نأخذها بشكل شمولي وتاريخي، هي ضريبة حصولك على الدوري دائما أن تمر بعقبات، لابد أن يكون الطريق شائك، صعوبة الوصول للدوري ليس بسهل أن تصل إلى الدوري، لابد أن تمر على مراحل يكون هناك عقبات، هذه من أحد عقبات الدوري. الهلال تاريخيا هو من يستطيع أن يتمالك نفسه في مثل هذه الأمور وأن يعود بسرعة، فالتاريخ يقول أن الهلال هو الأفضل في 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 الجولة القادمة من ناحية التعامل مع المتغيرات وتجاوز العقبات والتماسك. فريق يمتلك هذه الروح كتاريخ، وأتوقع في وجهة نظري فنيا في المباراة القادمة وعلى مستوى التجهيز وعلى مستوى النتيجة الهلال قد يكون هو الأقرب للحصول على 3 نقاط. شوف، فنية هي متكافئة، يعني جينا على الورق فيما قبل المباراة، الحلول التي توجد عند الأهلي والحلول التي توجد عند الهلال متكافئة حتى على مستوى المدربين، إلا أنه مدرب الهلال يعني يفرق كسيفي وكاسم في أوروبا عن المدرب اللاتيني جويدي الأرجنتيني، ولكن لو جينا على مستوى اللاعبين الحلول متقاربة إن لم تكن مائلة قليلا للهلال، ولكن هو الموضوع الآن أيضا حتى تكافئ على مستوى الخارجي. لكن أنا قلت لك اللي راح يرجح في اللقاء هو المشوار التاريخي وخبرة الهلال في التعامل مع الدوري ومع الأحداث التي تمر عليه، فأتوقع أن الموضوع لن يكون فقط فني،
سوف ينعكس عليه دور الإدارة ورجالات الفريقين. ولو كنت مدرب لو كان عندي القرار أنه أنت تعتمد دائما تعتمد على حالة اللاعب، فجوميز سجل حاضر بقوة في المباراة السابقة، في كل مباراة يمكن له دور يسجل في كل مباراة، وهذه تعطي أفضلية للاعب. السومة لاعب كبير، لاعب مهم، لكن يمكن عدم ثبات، خلنا نتكلم عدم وجوده باستمرار في الفريق، ونوعا ما ممكن تكون إصابات أو عدم جاهزيته. فأنا أعتقد أنه كل لاعب ثقيل فنيا، لكن حالة اللاعب في عمل التسجيل استمراره أعتقد أنه تعطي الكفة للأكثر لجوميز. أنا لو أني مدرب والله يضعني في هالموقف، يعني كلهم نجمين يا ما شاء الله تبارك الله، يكون إمكانيات هائلة، إلا أني أجد أنه عمر السومة هو اللاعب الأفضل على مستوى الإمكانيات والمهارات الفنية عن جوميز. نعم جوميز هو الهداف، جوميز هو مصدر هدافي الدوري، إلا أنه عمر السومة كإمكانيات وكلاعب يمتلك اللاعب شامل، أنا أعتبره مهاجم شامل، يمتلك إجادة لعب ضربات الرأس، أيضا يجيد التمركز، يجيد التحضير، يجيد التسديد من داخل المنطقة ومن خارجها. في وجهة نظري هو مهاجم، حتى أنه لثلاث نسخ متتالية هو هداف الدوري، هذا يجعلك تراهن أو تقول أن هذا اللاعب هو أفضل إمكانيات من جوميز.